السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كما نعلم فالتطبيق الجديد أصبح حديث الكل، والكل يتساءل حول هذا التطبيق ومميزاته وغيرها من التفاصيل. في هذه الحلقة إن شاء الله سوف نشرح الفرق بين تويتر وترند، لأن كما قلنا فبالنسبة لترند يريد أن يطيح بالتويتر. إذن فما هو الفرق بين التويتر وترند؟ بالنسبة للتويتر فكما نعلم فهو مالك لإيلون ماسك، أما بالنسبة لترند الذي تم إنشاؤه حديثا منذ تقريبا هذه السنة، لكن تم إطلاقه منذ 4 أيام تقريبا، المالك الخاص به هو مارك صاحب الفيسبوك. الفرق بين تويتر وهذا التطبيق الجديد وهو أن عدد الأحرف التي يمكنك استخدامها في عملية كتابة تغريدة أو شيء من هذا القبيل تتراوح، فبالنسبة لتويتر 280 حرف، أما بالنسبة لترند فيمكنك أن تقوم بكتابة 500 حرف. نفس الشيء بالنسبة للروابط، الروابط فهما لهما نفس الميزة، يعني أي رابط تريد أن تقوم بنشره يمكنك أن تقوم بنشره بدون مشاكل أو شيء من هذا القبيل. نفس الشيء بالنسبة للصور، يعني إذا أردت أن تستخدم صور يمكنك أن تستخدمها بطريقة سهلة وبسيطة جدا، يمكنك أن تقوم بتحميلها ونشرها بكل بساطة. نفس الشيء بالنسبة للتويتر ونفس الشيء بالنسبة للتطبيق الجديد. هناك اختلاف نوعا ما في بعض الميزات الأخرى، من بينها مثلا هنا عدد الدقائق لمدة الفيديو. كما نعلم فالتويتر لا تسمح لك بإضافة فيديو أكثر من 20 ثانية، لكن الآن بالنسبة لهذا التطبيق الجديد الذي هو ترند يمكنك أن تقوم بنشر فيديو يصل إلى 5 دقائق فما فوق. أما بالنسبة لعملية التوثيق فسبق أن شرحنا عملية التوثيق فيما يخص التويتر وعملية الدفع مقابل الحصول على شرط التحقق، فهي كما قلنا $8 شهريا من أجل الحصول على عملية التحقق، هذا بالنسبة للتطبيق الخاص بالتويتر. أما بالنسبة للترند أو التطبيق الجديد الخاص به كما قلنا الشبيه للإنستغرام فهو مجاني عن طريق الإنستغرام، يعني يمكنك أن تقوم بالحصول على شارة التحقق من خلال حساب الإنستغرام وكذلك مجانية بدون مشاكل أو شيء من هذا القبيل. هناك أمر آخر يمكنك أو ميزة أخرى متشابهة بين التويتر وكذلك ترند، حذف الحساب. إذا أردت أن تقوم بحذف الحساب بالنسبة للتويتر فهو عادي جدا، نفس الشيء بالنسبة للتطبيق الخاص بالترند. أما هناك اختلاف كبير في 3 ميزات أخرى والأخيرة. أول ميزة وهي التعديل على التغريدات. كما نعلم فبالنسبة للتويتر إذا كنت قد قمت بتوثيق الحساب وقمت بدفع بعض الرسوم يمكنك أن تقوم بالتعديل على هذه التغريدات أو غيرها، هذا بالنسبة للأشخاص الذين قاموا بدفع الرسوم. أما بالنسبة للأشخاص الذين لديهم حساب عادي فلا يمكنهم أن يقوموا بالتعديل على هذه التغريدات، وسبق أن شرحت هذه المسألة فيما سبق. بالنسبة للميزة ما قبل الأخيرة إمكانية إرسال الرسائل، فبالنسبة للتطبيق الخاص بالترند ليست متاحة فيه إلى حد الساعة، فقط التغريدات، نشر الصور، فيديوهات وغيرها، أما بالنسبة للرسائل فليست متاحة بعد. أما بالنسبة لتويتر فهي متاحة وسبق شرحتها في العديد من الحلقات. أما بالنسبة لآخر ميزة وهي الهاشتاج، بالنسبة للتويتر يمكنك أن تقوم بعمل الهاشتاجات أو غيرها، أما بالنسبة للتطبيق الجديد ألا وهو كما قلنا ترند فلا يخول لك أن تقوم بعمل الهاشتاج. لماذا؟ لأن التطبيق لا زال في طور التجديد أو في طور كما قلنا
التجربة، فهذه الأشياء سوف يتم إتاحتها مستقبلا، وهناك مجموعة من الأشياء التي سوف يتم تغييرها إذا تم تطوير التطبيق، سوف يتم تطويره مع مرور الوقت عندما يكون هناك إقبال على هذا التطبيق. فأعلم أخي الكريم أنه سوف يتم تعديل عليه، كما نعلم فمارك فهو شخص يستطيع أن يقوم بفعل أشياء مستحيلة وغيرها كما قلت. فهذه هي الميزات، ونخلص القول إلى أن هذا التطبيق الجديد فهو كما قلنا جميل، شبيه للإنستغرام، يتوفر على بعض الميزات ولا يتوفر على ميزات أخرى، لكن كما قلنا في المستقبل الأيام سوف يكون هناك تغيير كبير في هذا الأخير لكي يقوم بمنافسة هذا التطبيق الخاص بتويتر وغيرها من التفاصيل. أتمنى أن تكون الحلقة وكذلك الموضوع قد نال إعجابكم. لا تنسوا دائما دعمنا بالنقر على زر لايك للفيديو، الاشتراك في القناة. شكرا لكم على المتابعة، إلى حلقات قادمة بحول الله.